وفرق الناشئين بيبقى عليهم دور كبير في استكشاف القدرات دي بدري شويه. عشان كده معنا على الهاتف واحد من مدربي الناشئين الواعدين واللي بيجهز لنا منتخب الناشئين لمستقبل شيخ. كبير ان شاء الله. صديقك الشيخ العزيز الكابتن ربيع عسي. كابتن ربيع اهلا بيك. ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ ازي صحتك؟ تحياتي وتحيات صديقك الغالي محمد سيف وحمد لله على السلامه. تحياتي لحضرتك وتحياتي لاخويا الكبير استاذ محمد سيف طبعا. ايه الحكايه؟ بقول له قبل الهوا نفسك تكلم مين؟ قال لي الشيخ ربيع ياسين ومش عايز حد تاني. ايه الحكايه؟ استاذ محمد ده اخويا العزيز وبتشرف ان هو اخويا لو حبيب طبعا. ربنا يخليك يا شيخ. حمد لله على السلامه. الله يخليك انت قيمه كبيره يا كابتن. حمد لله على السلامه. الله يخليك. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلم حضرتك. ايه في تونس خدت وصيف مش كده؟ شمال افريقيا. خدنا كانت بطوله مهمه جدا، بطوله قويه جدا، مطلوب ماتشات. الماتشات دي هي اللي نقدر نجهز بيها اللعيبه الواعدين اللي هم المفروض تتنقل لهم الخبرات عن طريق المباريات القويه دي. المواقف محتاجين، مواقف محتاجين، شخصيه محتاجين، جوانب فنيه كتيره جدا انا بشتغل عليها قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه. ده مهم جدا، بدخل بيه اللاعب يعني. لان هي كلها اوقات، والاوقات لازم تتوفر لوجود اللاعب اللي ان شاء الله يبقى موجود فريق كبير يحترف بره، يبقى امتداد للي قبله للمنتخبات الوطنيه. الوقت مهم جدا في صناعه النادي. فبطولة اكيد استفدت منها، اربع ماتشات قوي جدا، واكيد خرجت بايجابيات وسلبيات طبعا مفيش كلام. وكان معايا 22 لعيب كلهم لعبوا، والحمد لله على البطوله يعني قدرنا ان احنا مواقفنا تبقى مشرفه على المستوى الفني والنتائج يعني تساوينا مع تونس في كل حاجه. كل حاجه، سبع نقاط، اربع على خمس اهداف، علينا عليهم نفس كل حاجه، بس هو في المواجهه كسبني في المباراه الاخيره يعني. ما انا ضيعت بينالتي في الدقيقه يعني 38 من الشوط الثاني، كان ممكن اتعادل بيه واخد البطوله يعني. برضه نفس البينالتي برضه في بوركينا فاسو تعادلنا 0-0، جالي برضه بينالتي في الدقيقه 38، هي المباراه 40 دقيقه و40 40 دقيقه ربنا ما اردش، كان ممكن نكسبها. لكن الحمد لله مواقف مهمه جدا جدا اكيد استفدت منها، وانا بسجلها يا حضرتك ابراهيم، بسجل كل ده انا جبته طبعا معايا النهارده بقطعه وبحتفظ بيه، بعمل تقريري الفني عشان برضه كل ولد يعرف اللي ليه واللي عليه، ده مهم جدا. ودايما بقعد معاه احفظه شويه حاجات كتيره جدا، وبتبقى يعني مهمه ان شاء الله يعني مش سهله. لكن مصر ما ينفعش يعني يبقى تعداد سكانها 100 مليون او اكتر شويه ما يبقاش يبقى عندها منتخب، لا ما ينفعش. لازم في منتخب قوي بامر الله تعالى، لكن هو الوقت والماتشات الوديه الافريقيه مطلوبه عشان انا الخبرات والمواقف فيهم عن طريق المباريات دي باذن الله. كابتن انت تابعت في تونس طبعا مباراه الاهلي والنجم الساحلي. طبعا رحت طبعا وخدت اللعيب. رحت الملعب؟ رحت الملعب طبعا. طيب ايه بقى؟ الاهلي بيلعب في تونس وانا في تونس. مش انت ناقص تنزل تلعب انا عارف. صحيح. قول لي طيب شفت الماتش ازاي؟ شفت الماتش ولا هو طبعا شفت الماتش الحكم اللي كان ليه دور ثاني في ان هو يحجب لعيب الاهلي يعني الحكم كان واضح طبعا ان هو حكم يعني خلي بالك حياتك تونس مشهوره بالحكام ومشهوره بالمجاملات دايما التاريخ الماضي بيقول كده وحتى احنا والله يعني مش عاوز اقول لكن فنيا الاهلي هو الافضل هو الاحسن لكن انا برضو يعني باخذ على اللعيبه ان هي يعني اللعب كله كان بالعرض اللعب الامامي اللي مشهور بيه النادي الاهلي التحول من دفاع لهجوم السرعه الايقاع السريع انهاء الهجمه يعني خطوره النادي الاهلي بفضل الله تعالى اللي بيلعب على نفس الاستحواذ بيلعب على الكروسات العرضيه من اليمين والشمال بيلعب على الاطراق من الوسط وبيروح وبيسجل فما لقيتش ده بشكل كويس. لا دي مكالمة قطعت. كابتن ربيع طيب صوت التليفون كابتن ربيع تاني. كابتن ربيع كابتن ابراهيم معلش انا في طريق اصل التلفزيون فالشبكه ممكن تكون في الطريق. لا معلش يا استاذ محمد كنا بنتكلم على انك انت مع كل الظروف اللي التحكيم حط الاهلي فيها في المباراه لكنه كان اللعب بالعرض كتير شويه. كتير العرض كان كتير دايما النادي الاهلي عنده سمة في استحواذ واحد اثنين ان بيحتفظ بالكوره كويس قوي ما بتضيعش منه بسهوله اخطائه الهجوميه في الاستحواذ والتمرير اللي بيبني بيه من وسط الملعب من الثلث الاولاني للثلث الوسطاني بيبقى سريع جدا وبتروح فيه اكتر من لاعب وبتنهي الهجمه بخطوره بتروح وتنهي الهجمه من 10 ممكن اسجل هدفين ثلاثه من 3 هسجل هدف من 4 هسجل الاهلي لما بيوصل لل 18 وما فيش زياده عدديه وفي تحرك
وفي ترابط ما بين وسط الملعب والهجوم بتروح بخطوره وتسجل. النادي الاهلي كان يؤخذ انه ورا يعني كان لازم يروح وخطورته تظهر والزياده اللي هتبقى موجوده وفي نفس الوقت انه يسجل الهدف. ده النادي الاهلي كان من وسط من مسكتين الملعب بيطور شغله المهام الخططي وبيروح على الجول عشان يسجل. خطوره النادي الاهلي في الثلث الوسطاني من التحول للدفاع للهجوم، اسرع فريق في مصر يتحول من الدفاع للهجوم عشان يسجل صح. هو تيم النادي الاهلي. قدم كوره السنه دي جميله، ايقاعه سريع، في تجانس، في ترابط، في فرديات على المستوى الجماعي والفردي ده النادي الاهلي، والشكل العام الفني اعتقد ان يعني مبهر، في امتاع. يعني من اول الموسم احنا مقتنعين ان النادي الاهلي مش خطوره بس، في ابداع وفي شكل فني رائع وفي تجانس وفي تفاهم بصراحه. طيب كابتن ربيع، عايز اسالك سؤال بقى بعيد عن الاهلي. تحت امرك. في مقوله بتقول ان في مدربين بيبقى يعني لا يصلحون الا لتدريب الناشئين او منتخبات الناشئين فقط ولا يصلحون مع الكبار، انت مع هذه المقوله؟ لا طبعا. لا طبعا. لانه حضرتك بص يا محمد، هو ما طيب ثلاث ارباع مدربين بس اشتغلوا مع الناشئين، ده البراعم، ده البراعم الاول، ده في عندك يعني والكابتن حسام البدري بدا مع البراعم. صحيح. كله بدا من تحت. مدربي الدوري الممتاز بدا براعم الناشئين، والكابتن حسن شحات واشتغل مع الناشئين واشتغل ووصل بيهم وعمل بيهم وبعد كده مثل فدي. لا هي لا طبعا مفهوم. ده يمكن مدرب الناشئين هو اللي محتاج يعني خبرات عاليه جدا عشان يدرب الناشئين. يعني يا استاذ ابراهيم بقى وحدك حاجه. الصعب تدريب الناشئين مش تدريب الكبار. اقسم بالله يا استاذ محمد استاذ ابراهيم ان الشغل مع الاعمار، تعالى شوف طبعاً. عدد الساعات طبعاً. انا نفسي كاميرا تيجي وتسجل عدد الساعات اللي بشتغلها مع 18 سنه 17 18 19 لسه بتشكل اللي بنمشي فيه لحد ما ان شاء الله يكبروا باذن الله تعالى. معدل الساعات يا استاذ ابراهيم يا استاذ محمد كتير. ليه؟ لان خلي بالك الولد متغير اولا في نموه وجسمانياته، وبعدين شخصيته ممكن خلي بال حضرتك ما قبل كده يعني في نهائي افريقيا، في نهائي كاس افريقيا في لعيب خرج عشان يجيب كيس شيبسي وازاز حاجه ساعه حمد ثقافه اشتغل معاه حاجات كتيره جدا. فاللي اقصده الجهد الصحي والجهد الفني كتير جدا مع الصغير. فاللي اقصده ان ما كانش مدرب عنده شخصيه اسم كبير جدا واعي بيراجع وبيذاكر وبيحضر وبيقعد يقول محاضرات ويقدر يحفظه مش هينجح مع الناشئين. ربنا يوفقك يا كابتن. ماتش الهلال السوداني شايفه ازاي يا كابتن؟ الهلال السوداني طبعا فريق كسب الماتش الاولاني بتاعه. الكره السودانيه طبعا هي كره عنيفه، هي كره نشيط فيها نشاط وفيها حيويه. لكن انا ان شاء الله باذن الله احنا يعني من وجهه نظر الاهلي هو فريق مرشح للبطوله. الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، هو الاقدر، هو الثقه، هو الترابط، هو الفنيات، هو الخطوره، هو طبعا في ظهره طبعا قبل اي حاجه ربنا، ثم يعني الدنيا ماشيه مع النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يوم الجمعه تبقى كويس بشكل رائع باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. طب نخلي النهائي بقى اهلي وزمالك يا شيخ بقى. نعم يا استاذ محمد. بقول لك نخلي النهائي اهلي وزمالك. النهائي ممكن اهلي وزمالك؟ ها؟ عايزه؟ لا هو عايزه، بيقول لك نخليه اهلي وزمالك. خليه اهلي وزمالك. ايوه ايوه. ايه رايك؟ لا يعني الصوت الصبيعي الاهلي والزمالك في النهائي بتقول حضرتك؟ هو بيقول لك يخليها كده. احنا اهلا وسهلا، نتمنى النهائي يبقى طبعا مصر 100%. اهلا وسهلا بالزمالك واهلا وسهلا بالاهلي. قبل اي حاجه نادي الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير وكلهم اخوه وكلهم بيمثلوا مصر، وطبعا نتمنى كل التوفيق لسير المباراه وكل التوفيق لهذا اليوم وربنا يوفق ان شاء الله تعالى باذن الله. شكرا. الحمد لله على السلامه يا شيخ. الله يخليك. شكرا استاذ محمد. وفي انتظار الدعوه للمقراه. شكرا جزيلا للكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الشباب. هو زي ما بيقول